وحول هذا الموضوع أكد السيد إبراهيم زينل رئيس مجلس مجموعة ترافكو وشركة البحرين للمواشي أن الشركة استعدت بشكل كافي لشهر رمضان المبارك داعيا إلى عدم التهافت على السلع لأن الكميات متوفرة في السوق البحريني. شركة البحرين للمواشي كعادتها كالسنة استعدت لهذه المناسبة وكثفت من عمليات الاستيراد، وبالفعل وصلت لشحنة من الأغنام الحية حوالي 2200 رأس قبل 3 أيام. نعم. وبمنتهى السهولة وبمنتهى الالتزام بالقواعد البيطرية والإشراف، والكميات متوفرة بشكل عام، كما أن الأسعار ليست بعيدة عن العام الماضي والأسعار مناسبة لكافة المستهلكين. نصيحتي دائما لجموع المستهلكين، التهافت ليس في صالحكم، البحرين والحمد لله بخير. نعم. وكميات الأغذية واللحوم متوفرة بأشكال سواء المذبوح محليا أو المبرد أو المثلج، يعني احنا عندنا شحنات كل يوم تأتينا لحوم البقر، لأن الطلب على لحوم البقر يزداد في شهر رمضان، وتأتينا يوميا بالطائرة من باكستان بشكل كافي.